محبي الحيوانات الأليفة أكيد رح يستمتعوا بهذه الفقرة، فقرة بيتس مع الفيت الفيترينير ميشيل سلامي اللي هو جراح بيطري، وجايب لنا لبسين الصغيرة اللي عملنا لها ريسكيو مش من زمان، ورح نحكي شوي عن البيت ريسكيو. دكتور ميشيل هو جراح متخصص بالحيوانات الأليفة وصاحب المستشفى البيطري بالحزمية أنيمال لايف اللي مجهز بأحدث الأدوات والتقنيات للعناية بالحيوانات وتنظيفهم والاهتمام بكل شيء فيهم. وهيدي جولدي الصغيرة عم بتنوي، بتكون خايفة، بتكون جوعانة، بتكون بربانة، ما بعرف. ميشيل صباح الخير. هاي كيفك مش الحال؟ أهلا وسهلا فيك. مرسي للاستضافة. أهلا وسهلا. ميشيل خبرنا، يعني عم نلاقي كتير على الطرقات بسينات صغار أمهم راحت وما عادت رجعت، إن كان خبصت، إن كان تسممت، إن كان ضاعت. وفي ناس عندهم قلب رقيق عكس اللي كتير من الناس اللي بيأذوا الحيوانات، بيصيروا بدهم يهتموا بهالبسينة ومش عارفين كيف يهتموا فيها تما تموت. بهذه الظروف الصعبة كيف بنقدر نعمل pet rescue؟ هلأ أهم شيء البلاقي بسينة لازم يتوجه دغري أما يتلفن لحيلا جمعية يا حكيم بيطري، ياخد أول التعليمات شو لازم يعمل. نعم. بس رح نهين لهم إياهم في مراحل بأعمار البسينات مثل البيبيات. يعني إذا البسينة عمرها تحت الأربع جماع أما لحد الجماعتين بدأ أكل كل ساعتين، وأهم شيء ننتبه على الحرارة تبعها لأنه الترموريجولاسيون يعني الحرارة تبعها ما فيها تدرجلج بسهولة. يعني إذا عملت شيء اسمه إيبوتيرمي يعني إذا وطت حرارتها جسمها ما بيرجلج الحرارة مثل غير بسينات أما مثل الكلاب الكبار أما البسينات الكبار بالعمر. من شان هيك أهم شيء الدفى دفى والدفى يكونوا دفينين كتير منيح. بعدين نتوجه عند الحكيم البيطري بيعطينا نصايح. النصيحة هي الحليب اللي لازم ياخدوه هو حليب خصوصي بيعود عن حليب الأم سالكتوز. حليب البقر بيعملوا انتوليرانس عليهم، يعني أوقات بيعملوا مناعة عليه، بيعملوا دياري، بيعملوا بلوتينج، بيعملوا استفراغ. يعني ما فينا نعطيهم حيالله حليب موجود بالبيت، لازم يكون أو سالكتوز أو حليب اللي خاص اللي عنده الفيترينير اللي هو بينصحهم كيف لازم تطعموه. لازم أول شيء ما تكون على ظهرها، لازم تكون على بطنها، في انجل معين لازم نشربوها بالبيبرون، الحرارة تبع البيبرون تبع الحليب لازم تكون حرارة منا مسقعة، نحن بنقلكم كيف التعليمات، وأهم شيء ما تزيدوا لها الكمية لما تعمل بلوتينج، لما تعمل استفراغ، لما تعمل كونستيباسيون، لما تعمل دياري. هن إجمالا بال يعني ليكويد لازم تشرب كل كيلو 180 ملي. حليب أما مي. هلا أنا رح أقول لك الصراحة، مثلا مثل هيدي ما بيمشي الحال معها بالبيبرون، جربنا كل أنواع سرنج صغيرة سرنج تبع الأنسولين تبع الأنسولين بس أكيد أهم شيء تشيلوا الإبرة منها. منشيل الإبرة في أكيد في عالم نحن بنعلمكم أي أنجل وحسب البسينة، يعني إذا هي هيك لازم تحطوها على بطنها. نعم. وتشربوها هون. في ناس عندهم مشكلة بالكاكا والبيبي بتفركوها لبطنها وبتكون بطريقة هي دافية كتير منيح. ايه بيكون في عنا بنشغل بالنا انه يعني ما بتفوت على التواليت ما في حدا يعلمها. أهم يعني أهم شيء الأونر بس ياخدها، بده يعرف انه هو حامل مسؤوليتها حتى بالليل لأنه بهالعمر الصغير الحكيم البيطري بيعطيكم نصايح بس ما رح يكون معكم. أما بالعمر الكبير صار ساعتها بده ينصحكم للدود، لازم تعطوها أدوية للدود لأنه الدود بياكل من جسمها، في توكسين الدود، في سمنة، وبينصحكم دجا بيعملها فول شيك اب. في امراض بيحملوها البسينات للانسان ممكن ينعدي منها؟ لا بس في امراض بيعدوا البسينات بعضهم اوقات فيها بتخلق مع اياها من امها. سو كمان احنا بنعمل فول شيك اب ونعطيكم النصايح اللازمه لبس تعملوا ريسكيو يكون عندكم، لو بدكم تعملوها ادوبشن يكون عندكم بسينه تنبسطوا فيها وتربوها تضل كل حياتها معكم. دكتور طيب في حال قشطت حرارتها، يعني نحن وصلنا بحاله بنعرف بس تقشط حرارتها بتبطل تتجاوب، لا بنحسها عم تاكل، لا ما بقى عم تمشي، ببطل يعني بتلوش، بنحسها انه خلص عم بتموت، حتى عيونها ببطلوا يعني يرمشوا، بتقول خلص ماتت، شو لازم نعمل دغري تنرفع لها حرارتها؟ اهم شيء بس توطى حرارتها، ما فيها ترجلج حرارتها هي، يعني ترجع تعليها لانه معوده بتنام تحت امها. اهم شيء نحطها ببوكس. نعم. يكون في حرمات ونجيب بيوت، اما اذا ما عندنا بيوت قنينه مي سخنه نلفها لما تحرق حالها. شو البيوت اكزاكتلي؟ كيس من الفارماسي بنجيبه. نعم. هو كاوتشوك بيبقى بنحطه مي سخنه. نعم. بتحطوه بقلب علبة. نعم. لتضبط الحرارة، منلفه لما تقعد عليه وتحرق حالها. منحه بمنشفة رفيعة وبتنام عليه ومصير ندسه كل فترة ونشوفه. لازم نزل لحرارتها كل فترة، هي لازم تكون حرارتها بين 38 للتسعة وثلاثين. بنعمل لها ميزان الحرارة بين 37.5 للتسعة وثلاثين. نعم. ايه بارفوا ريكتال يعني من وراء.
بزينه الحراره بتجيبه ميزان خصوصي رفيع بتحطه عليه جل كي وايت جل من الفارماسي وبتزينه الحراره. كمان يعني بده واحد يكون دقيق بالاشياء. اهم شيء مشان هيك بس تتوجع حكيم بيطري هو بيفسر لكم شو لازم تعملوا. طيب دكتور، يعني هي هلأني مثلا لفيناها وهيك بعدها مش عم تتجاوب. انا قريت على الانترنت انه بيسوى نحط لها سكر اما شيء بيشبه المابل سيروب اما شيء. هلا السكر اذا كان عندها ايبوغليسيميا، يعني اذا قاشت السكر معها، اذا منه قاشت السكر ما فينا نحذر منه ضروري. ايه هي نحن فينا نعملها فحص سكري، في الكويك تيست تبع السكري نعرف قد ايه السكري. اجمالا الكلاب اكثر بيقشط السكري معهم البابيز من البسينات. سيندروم هو البسينات عندهم المشكله لانه منلاقيهم على الطريق، لانه من خلف امهم، لانه بيكونوا لحالهم طوط حرارتهم، يعني اهم شيء الحراره بالنسبه لهم. هلا الابار السكر هو شيء زياده، فينا نعطيكم ملتي فيتامين اجمالا نعطيكم عليه. دكتور طيب بهيدا العمر بتكون كتير صغيره بس بيكونوا كتير ضفيره قاسيين ويعني بيغرمشوا، هل بيسوى ينقصوا ضفير بالعمر؟ أكيد. ما في مشكله. لا لا بتقصير بدرجه صغيره يعني. بس لما يخرمشوا كل لتقدروا تهتموا فيهم بلا ما تنقصوا. اوكي. وبالنسبه للحمام هل يجوز؟ بالنسبه للحمام نرجع نعيد التيرمو ريجوليشن، يعني الحراره ما فيها ترجلجه. سو اذا الحمام نعمل هلا بهالعمر افضل ما نعمل. في شامبوان سيك اما بودر اما موس تستعملوا تحطوا على ايديكم تفركوها تنضف. وما ما ما بيأذيها هيدا الشيء ابدا. طيب كنت عم بتقول انه في حال هي ما فاتت على التواليت لحالها، نحن بنعمل لها ستيميوليشن بنحفز يمكن البطن من يعني كيف بيصير؟ فيك تفرجينا اعمل معروف كيف بهيدا الكاميرا هيك تعملوها؟ اوكي. لتصير تعمل ستيميوليشن لل واذا حطيناها على تراب لحالها بتعرفي لازم تنكش وتعمل ولا هلا بعدها صغيره بس شوي شوي بس تكبر ايه بصير عندها اياها بصير تنكش وتعمل. واذا بدنا ننظفها بنستعمل الوايبس الويت وايبس؟ هيك في وايبس خصوصي لانه البي اش الحيوانات غير بي اش الانسان تبع الجلد، منشان هيك في وايبس خصوصي عند المستشفيات اما البيت شوبات بيعطوكم اياهم خصوصا للبسينات. طيب دكتور حضرتك بتتعاون يعني مع جمعيات ممكن تكون مثلا في اشخاص منهم قادرين ماديا يامنوا لها كل هالاشياء اللي هن عايزينها؟ بتعرف الناس عم بتموت من الجوع بيقولوا لك اوف بدك تهتم ببسينه، بس بالفعل اللي بيقني بسينه اللي عنده باتس بالبيت بيعرف قيمتها قديش هي بتعطي راحه نفسيه وفرح لافراد العائله. فاذا بدنا نهتم فيها في اشخاص كثير منهم قادرين ماديا، هل في جمعيات تتبرع بهذا الشيء اما في اشخاص عندهم؟ لكن في اونلاين بتفوتوا في جمعيات ما بعرف قد ايه هلا بساعدهم لان في كثير عندهم ضغط وبلكي ما في تمويل ما بعرف عن الجمعيات، فيكم يتصلوا فيهم. اما عند الحكمة البيطريه بتعرفي الكوست تبع حكيم البيطري عم يكون غالي. بس اكيد عندنا بالانيمال لايف نعمل برايس لكل حدا عامل ريسكيو اذا حابب يضله ويربيه ويضله عنده اكيد رح ناخذ بعين الاعتبار رح نعمل له سعر سبيسيال. تري بيان. وباي عمر تقريبا ببلش ينعمل الفاكسان؟ الفاكسان اول شيء بنعطي للدود. لانه اذا فيها دود توكسين تبع دود بخفف مفعول الفاكسان لحد 60%، يعني ما له طعم الفاكسان. سو بنعطيها تريتمان للدود بيروح الدود والتوكسين تبعه ساعتها الفاكسيناسيون بتكون سيف. اوكي. وبنعمل لها دفتر فاكسيناسيون وساعتها كل شهر نعمل لها فاكسان لعمر الاربع اشهر بعدين كل سنه مره. اوكي. وفي شيء ثاني هيك لازم يعرفوه المشاهدين للعنايه بال يعني البسينات الصغار اللي مثل هيدي؟ البسينات الصغار اهم شيء مثل ما قلنا الحراره، الاكل كل ساعتين ثلاثه حسب عمر البسينه، يعني بدهم يوعوا بالليل للشرب. ايه اول فتره اذا نايمه بوعوها. لا هلا اذا نايمه ما بدها تاكل سبب بس هي رح تتقلق لانه بحاجه لتاكل. مي للشرب منا مي حنفية لازم يستعملوها على طول، يعملوا لها تخت خصوصي إلها يكون دافئ كتير منيح، يضلوا ينتبهوا على الكاكا إذا استفرغت كاكا إذا في دياري إذا استفرغت وإذا عملت كاكا وفي دود دغري يحكونا لنقول لهم شو لازم يعملوا. غير هيك ينتبهوا ما توقع ما توقع على راسها لما تعمل إماتون براسها، أما ما يشدوها بنادمها يضلوا مهتمين فيها ما يدعسوا عليها بالغلط. هودي قصص بيصيروا كتير اكسيدانات بس لازم على طول نهتم. بنلاحظ انه بياخذوا وقت يعملوا كاكا باردون على التعبير يعني حسب نوع الاكل، اوقات بيعملوا بلوتينج اوقات بيعملوا كونستيباسيون، منشان هيك بياخذوا حسب ليرجلجوا على نوع الحليب لانه فيهم بيستعملوا حليب منه حليب اسانسيال بيعملوا اجمالا مشكله
بالكاكاو، منشان هيك لازم نستعمل أكل أما حليب خصوصي لما يعملوا كونستيباسيون. أها كتير منيح. وبصيروا بعدين بفترة بصيروا قادرين يتحمموا، بنقدر نستعمل السشوار لنشفهم ولا بيعملوا فوبيا؟ في بسينات بحبوا يتحمموا، في بسينات ما بحبوا يتحمموا، بيكونوا أجريسيف. بكون شوفوا حسب نوع البسينات بلشوا له إتاب بار إتاب طريقة التنشيف بسشوار خفيف مش سشوار قوي، وحسب البسينات. هلا أهم شيء نحن نمشطهم مرتين بالنهار، نمشطهم حتى هي وصغيرة. هلا بلش تعودي عليها، واهم شيء انه نهتم بعنايتها، لانه اوقات ما بحاجه نضلها نحممهم، لانه كل ما نحممهم كل ما نروح الكوش تبع الدهن الاسانسيال لها. يعني ميرسي دكتور ميشيل سلامي من انيمال لايف بالحزميه على هالمعلومات القيمه.